بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم مع بعض النهاردة على الخطوات اللي احنا هنعملها عشان نصمم بروجكت يتعامل مع الداتابيز دي. طبعا مش هنعملها كلها فيديوهات، على قد ما نقدر هنعمل نوضح. انا هنا مثلا عندي جدول السبلاير كاستمر وعندي التليفونات بتاعتهم، وحطينا هنا الاي دي وحطينا النيم والفون والادرس والريماركس الملحوظات بتاعتهم، وهنا التليفون او جدول للبيرسونز الاشخاص اللي احنا بنتعامل معاها. اول حاجه هعملها هقول له داتابيز، وهقول له فورورد انجينير عشان خاطر اكريت التيبلز في السيرفر. هقول له فورورد انجينير وهبدا اقول له نيكست. بعد كده هقول له دروب، يعني لو كان في داتابيز قبل كده دروب السكيما وجنريت الايه السكيما الجديده، تمام. ولو في داتا طبعا هيجنريت او انسرت الداتا. نيكست بيعمل لي بريفيو على كل الجداول قبل ما اتشيك عليها. طبعا لقيت ان هو خلاص عمل كله ترو كلوز كده، الحمد لله الداتابيس تم انشاءها. لو انت عايز تراجع الداتابيس تم انشاءها ولا لا، طبعا هيجي هتقفل الموديل دوت وتفتح الايه، تقول له كونكت على الداتابيس وتختار الكونكشن بتاعك، تمام. المفروض ان هو لما يكونكت على الداتابيز تلاقي الموديل بتاعك طلع اللي هو احنا سميناه ايه كومباني، وديت التيبلز بتاعتنا اهو اللي هو فيها كمان فيها موظفين موظفين وفيها عملاء وفيها ايه حاجات كتير، تمام. هنشوف بعد كده هوت ازاي بقى ايه نربط البرنامج بتاعنا. هنيجي نعمل رايت كليك ونعمل نيو جافا بروجكت. في البروجكت بتاعنا هنسميه وليكن ستوك كنترول، ستوك كنترول التحكم في المخزون او المبيعات. وبعد كده هنقول له نيكست. هل في لايبرري البروجكت ده هيستخدمها؟ ايوه فعلا هيستخدم اللايبرري بتاعت الداتابيز، فهنضيف اكسترنال جار فايل. الاكسترنال جار فايل اللي هو ايه كونكتور بتاعنا. بعد ما ضفناه هنقول له فينش، وهيبقى الستوك كنترول هنفتح طبعا هنعمل رايت كليك ونقول له نيو اذر، نختار من اذر ويندوز بيلدر، ومن ويندوز بيلدر نختار سوينج ونختار جي فريم عشان تبقى ديت الفريم الرئيسي. و هنسمي الفريم دوت المين فريم، ده اللي هو الرئيسي بتاعنا اللي هنشتغل عليه. في بعض الخطوات اتكررت في فيديوهات قبل كده، وفي بعض الخطوات ممكن تبقى جديدة بالنسبة لنا. لو انا عملت بريفيو للديزاين بالمنظر ده، هلاقي الديزاينر بتاعنا ظهر لنا بالمنظر دوت، وممكن احط فيه الادوات اللي انا عايزها. احنا عادة لما بنيجي نشتغل بنبني القائمة الرئيسية، فبحط هنا من المنيوز، انزل على المنيوز احط الجي منيو بار، جوه الجي منيو بار هحط هنا جي منيو. انا هخليها انجليزي، تمام، وممكن نعملها عربي بطريقة سهلة قوي. وهقول له هنا قائمة فايل، بعد كده هقول له في القائمة دي انا مش هحط الا منيو ايتم واحدة بس اللي هي انا هسميها اكزيت، وبعد كده هحط قائمة تانية جي منيو. المنيو دي هسميها مثلا كاستمرز، والكاستمرز انا المفروض ان انا هضيف منيو ايتم وهحط هنا اد كاستمر، اضافه كاستمر. طبعا جميع العمليات بقى ريموف كاستمر ديليت كاستمر، والريموف هي نفسها الديليت. هغير هنا اخليها
اشيلها واحط واحدة تانية display display customers، ممكن اعمل كمان update customer data customer. طبعا بنكمل المنيوز بنفس الطريقة، وبعد ما بنكملهم بنحط صور بقى لكل ايه، لكل واحدة اضافة وحذف وتعديل. انا كنت مجهز هنا مجموعة من الصور نشوفها مع بعض. هي كانت مقاسها 40 في 40، انا ممكن ان انا احاول ان انا اصغر الصور ديت عشان تبقى مقاسها 32 في 32. تمام، فهروح هنا وابدأ افتح الصور وابدأ اصغرها، ونرجع مع بعض بعد ما اصغرها. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما انا ظبطت الصور بحيث انها تبقى 16 في 16، هبدأ اخد الصور اللي انا عايزها اللي احنا ظبطناها، وابدأ اروح للإكليبس. هعمل رايت كليك واقول له عايز اعمل باكج. الباكج دي هسميها ايمج 16x16، يعني هحط فيها الصور اللي انا مظبطها 16 في 16، بحيث ان الصور ديت هي اللي انا هضيفها. فهنيجي لقائمة اكزيت، وبعد كده هروح على ايكون هنا، واختار الكلاس باس واقول له سورس ايمج 16 16، واحط اكزيت، هتتحط لنا صغيرة. نفس الكلام هنعمله بالنسبة لي اد الاضافة، اد كاستمر هنا، ادي دي الاضافة، ونفس الكلام هنعمله بالنسبة، انا طبعا بكرر والناس المفروض تكون عارفة، الريموف كاستمر، ادي الريموف، وبالنسبة للعرض الكاستمرز كلهم هيبقى الكاستمرز ده الديسبلاي، وبالنسبة للابديت بختار الصورة بتاعتي اللي هي ابديت ايديت كاستمر او ابديت كاستمر. ظهرت الكلام بالمنظر دوت. طبعا ممكن تحط المينيمونيك بتاعتك وتختار اللي انت اللي انت عايزه في المينيمونيك. انا هعمل رايت كليك واقول له ايفنت هاندلر اكشن، واقول له هنا الاكشن، وبعد كده اختار اقول له سيستم دوت اكزيت زيرو. وطبعا لازم بعد ما اعمل الكود بتاعي اعمل اكسكيوت ارن عشان اتاكد ان ارن از جافا ابلكيشن، وهختار الابلكيشن بتاعي اللي هو مين فريم، وهرن اتاكد ان ان انا بقول له اكزيت باكزيت دي انا فعلت الاكزيت بتاعتنا. وبكده نكون خلصنا، ونكمل ان شاء الله في الحلقة اللي جاية. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.